الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. رئيس جمعية مبادرة القيروان. اليوم جمعية مبادرة القيروان تعمل الجلسة العامة العادية متاعها لسنة 21. الجمعية متاعنا تأسست عام في مارس 2019، وهي عندها أهداف تنموية. الجمعية متاعنا تعنى بتنمية روح المبادرة ودفع الاستثمار الخاص، وخاصة لدى الشباب والمرأة. وانخرطنا الحقيقة معنا في العديد من البرامج، منها برنامج التشغيل بالمناطق الريفية بير مع جي زاد، والبرنامج الثاني اللي انخرطنا فيه هو برنامج تونس وجهتنا مع شبكة مبادرة تونس. وفي البرنامج هذا نعطيه سلفة قروض بدون ضمان وبدون فوائد، دونك نعطيوها للحرفيين الناشطين في ميدان الصناعة التقليدية وفي الباعثين في أنشطة التراث والصناعة والسياحة. الحقيقة اليوم إن شاء الله تحضروا معنا، عنا برنامج إن شاء الله باش نعرضوه، معنا برنامج ثري إن شاء الله يكون سنة 2022 باش نواصل بنفس النسق وبنفس الروح، وإن شاء الله موفقين. الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة.